زتونة زتونة وخال وليد مشاكلهم أهي بالعبيد وحلولهم ولا هي بتنفع أونطة ولا بتفيد فاتن تايها ما بينا وبصوتها الكل يطير عشان احنا في كل حاجة راشقين ومشاهدتنا بالملايين نمشي في اي حتة ترن ولا حد عارفنا مين نمشي في اي حته ترن ولا حد عارفنا مين ده احنا عطاوله واسالي عنا كله بيسال عن اخبارنا نجوميه والشهرة دارنا نفشل حتى نيوم فكرنا الكل يطير اكشن امشي يا واد روح روح بلا وكسة شكلك بق طالع من حدسة امشي يا واد روح روح بلا وكسة شكلك بق طالع من حدسة شهرة ايه احمد يا منيل هتخرب بيتنا والله حاسة شهرة ايه احمد يا منيل هتخرب بيتنا والله حاسة الكل يطير وفاتن تايها ما بينا وبصوتها الكل يطير عشان جاهزين؟ جاهزين سري زفت طوال عشان الله يخرب بيتك مش كل يوم نغير عدسة كاميرا أنا اللي هقول أكشن أكشن يلا خش على طول أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم زيتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد أعزائي المشاهدين النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة هنحل شوية مشاكل تهم ناس كتيرة جدا كبار السن أوساط السن أطفال السن يعني الصغيرين يلا الصغيرين لأنها بتهتم بالشباب والرجاله والستات حتى العيال الصغيره اقسم بالله ده عيال بيكسبوا ذهب منها اعزائي المشاهدين الحلقه النهارده بتاعتنا احنا ازاي تبقى مشهور هنقول لك ازاي تبقى مشهور الدنيا مقلوبه كلها في كل حته فهنعرفك ازاي تبقى مشهور في حلقه النهارده تابعونا بعد الفاصل اوعى تفتكر تفتكر ايه ما طلعنا فاصل انت بتقرا ايه طلعنا فاصل ايوه يا ابني ما اللي ذاكر ذاكر ما قاعده اهي ما قاعده اسرع من كده انا عايزه الحرقه ضرب نار 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 اهي ده اللي هي فالحه فيه نار 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 قرفانه نار نار نار, نار في عز الشتاء حاضر يا استهاني مين فينا اللي هيرجع فاصل انا ولا هو انتوا الاثنين احنا الاثنين مع بعض اقسم بالله جديده انا راجل اعلامي يا ديب حرام عليكم اقسم بالله جديده اتنين يطلعوا مع بعض هنعملها يلا يا ابني يلا 3 2 1 اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بيكم في حلقتنا اللي هي نار 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 ازاي تبقى مشهور مع برنامجكم زيتونه وخال وليه لحل المشاكل اكيد حلقه النهارده ازاي تبقى مشهور هنبتدي نقول لكم على الخطوات اول خطوه ازاي تبقى مشهور دي مش عندنا لان الشهره على ايامنا كنت لازم تقرا شعر وتثقف نفسك تقرا لك 19 كتاب علشان تقدر تكتب كلمات اغنيه وتعبي شريط وتبتدي من بعدها تتسمع وتروح لحميد الشاعري ويبتدي ياخدك معاه في الجروب بقى كده بقى وتبقى نجم التسعينات ونجم ايوه يا ابني ايامنا كنت لازم تعبي شريط تعدي معاه خير امال ايه واطي كلم ايه براحتك كده كلم براحتي ايه ابقى مشهور لما اتكلم براحتي طب انا بتكلم براحتي ما اتشهرتش زعق ازعق ابقى مشهور اعزائي المشاهدين أيوة انا كده ابقى مشهور طب الناس يتشهروا ازاي وهو قاعد في البيت يزعق يبقى مشهور يعمل ايه عشان يتشهر يا زيتونه خلينا مع السرير
ايه؟ خلينا مع السرير. مين اللي نام يا ابني؟ احنا الحلقة الله يخرب بيتك، عايزين نطلع الراجل عايزين نقول للواد ازاي يبقى مشهور والست تبقى مشهورة. يعمل ايه يا زتونة؟ يلا خش قول. انا اللي اقول؟ اقول. ما انت ما انا بقول اهو، ايامنا كنا بنعبي شرايط ونقف وتشيل الكاسة الدبل كده على كتفك وتمشي على الكورنيه. اه في التسعينات والله. يلا خش. والشورت الشرعي ده وبتاع. كنا رمشين يا ابني. اه والله العظيم. دلوقتي بقى انتوا بتعملوا ايه عشان الواحد يبقى مشهور يا زتونة؟ واتس زينجر فيس كده يعني. الفيس بيشهر؟ اه. وايه تاني؟ زي ما انت عارف بقى تقديم. يا ادري زي ما انت عارف انا بكلمك كلام من قله ادب. نخرب بيت سنينك اللي زي ما انا عارف. ايه 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 من البرامج بتعملوها تبقى مشاهير؟ انا هستضيفك يا زتونة. اعمل على الفيس وخش تجيب رقم. ايه؟ على الفيس تخش تجيب رقم. انت دخلت في حلقه تانية الله يحرقك. ده الحلقه الثانيه بتاعت رقمها دي بتاعت ازاي تعاكس وتجيب نسوان. لا احنا في الحلقه دي عايزين نعرف الناس ازاي تبقى مشهور. ماشي يلا. ماشي قول لنا بقى ايه بقى ازاي تبقى مشهور؟ اعمل ايه عشان ابقى مشهور؟ تعمل. انت يا زتونة عن نفسك قول لي. آه لما جيت حبيت تتشهر من فتره عملت ايه قبل ما نفكر نعمل البرنامج؟ فكر مع نفسي مش تعمل ازاي كده يعني. فكر مع نفسك عملت ايه يالا؟ انت مش عملت اغنيه؟ اه عملت اغنيه. نزلتها فين؟ على اليوتيوب. طب ما تقول يا ابني في حاجه اسمها يوتيوب وفي اسمها انستجرام وفي فيس. ايوه فيس. وايه تاني؟ واتس وتيك توك. ايوه والتيك توك. اللي مولعها هتبقى منوره يا حاجه. منور نورك يا اخويا. اقسم بالله ما بهدلانا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع تاني لغايه ما هنلملم الحلقه مع بعض كده اهو من الزروطه دي. وانتظرونا مع برنامجكم زتونة وخال وليد. حل المشاكل اكيد. الله يحرقكم. كنتوا الجوز لحد حافظ ولا حد ابنك يا جدعان؟ مش كده بقى، مش كده. ابوس ايديكم. سالف على ازاي وسالف القميص يعني مش من فلوسك كمان مستلفهم؟ اي عايزه تشيل تشيل بي. ماشي. طب اعمل ايه؟ طيب ما انا في التسعينات جبت طقميه بتاعتك كده. طقميه؟ اه. اسمها طقميه؟ امال. ماشي. يلا يا وليد الراجل رجع من الفصل وحافظ. ابدا انا عايز الحلقه. نار نار نار. ايوه نار نار نار. هنلم من تحتيك كده. المهم رجعنا من الفصل يا زتون، دي عايزاها نار. ورجعنا لكم بعد الفصل من برنامجكم زتونه وخاله وليد لحل المشاكل اكيد. اعزائي المشاهدين علشان تبقى ازاي مشهور احنا في الفاصل ركزنا على شويه حاجات. هيبتدي اخونا زتونة يشرح لنا تجارب من الناس المشاهير اللي احنا بنحبهم وتعودنا نسمعهم في الفتره الاخرانيه. اتفضل يا اخ زتونة. يا ابن ممكن أخويا. تكون فاشل وملكش اي 30 لازمه. ايوه. وقال لك قيمه. ايوه. توقف واحد تغني وصوتك منتن. منتن؟ منتن. اه. واحد واقف لقمك كلام. لقمك؟ اه. وفي الاخر تطلع ترند. ترند؟ انت بتلقح على مين يا زتونة؟ على حد. يا ابني مش عايزين نقفل البرنامج في اوله والله. مش كده بقى، مش كده. ده احنا ما صدقنا قعدناها في الارض مش عايزينها تقول نار. اعلى يا زتونة اعلى. مين تاني من المشاهير يا زتونة؟ ها؟ اللي مين تاني؟ اه ها؟ مين تاني بيعمل ايه؟ زحمة. اقول لك انا. يا تقرا يا قول. انا هقول. انا هقول. سيب الطلعه دي. يا النبي. ماشي. اعزائي المشاهدين في الفترة الاخيرة وزي ما انتم ما شفتوا وللاسف كبار الاعلاميين الزملاء يعني بيستضيفوا المشاهير اللي بيتعملوا دول. وانا كنت بعاتب عليهم في النقطة دي ان هم بيبقوا اعلاميين كبار ويستضيفوا مشاهير من بتوع التيك توك واللي هم طلعوا كده يعني. ولكن مش هنلوم عليهم. انا عارف ان انتوا هتلوموا عليا عشان انا جايب معايا ابن اختي زي ما الاعلاميين بيجيبوا معاهم. بتلقح على مين يالا؟ بتلقح على مين؟ ده ما بيعرفوش يتكلموا. اقسم بالله اقسم بالله بيتهتهوا يا جدعان. ما انا عادي. والله العظيم اعزائي المشاهدين بيتهتهوا وبيلقموهم وانتوا بتضحكوا عليهم. وهكلمكم جد بقى المره دي. انتوا بتشوفوا الحاجات دي وبتضحكوا وبتطلعوه ترند وهم يعلوا واحنا ننزل. هم يعلوا واحنا ننزل. هم يعلوا واحنا ننزل. اعزائي المشاهدين هنرجع فاصل مع تونا الليمونة. استنونا. ماشي بعد الفاصل. تعبت يا ابني.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل في الحلقة بتاعت النهاردة، كيف تكون مشهور؟ إزاي تبقى مشهور؟ ومعانا اتصال، نقول ألو، مين معايا؟ سيدة إبراهيم مطيبة. أهلا بيك يا فيدة إبراهيم يا مطيبة. أسيبك يا أستاذ وعيد. أيها يحفظك. أمريني. يعني هي الشهرة، يعني قلنا إن إن أنت رأيك إيه كده؟ ايوه يعني قوليلي، انا عايز اعرف ايه رايك في موضوع الشهره النهارده يا فريده. كوسه صح وياه ايه يا وسطى ايه ده ايه انت لدغه وخلصه ايه يعني وسطى بس هو ايه بياخد قبضته يعني ايه الاصوات كويسه يعني وسطى ايوه ايوه قصدك يعني بيطلعوا بالوسايط ايوه ايوه فهمتها فهمت بقولك بالوقت مش فاهم ايه مش فاهم فريده مش فاهم فريده والنبي تلاقيها بتغني يا فريده ولا ليكي تجربه في الغني قبل كده يا فريده ولا حاجه نفسي وياها يا استاذ وليد طب ممكن بس... تسمعينا حاجه يلا سمعينا يا فريده ما يحقك تمشي وتتدلع ولا إديها. تسال فيا اديها اسيك قدامي اصي ولا زيك واحده في الميه يا الله حلوة. الله الله انت بقى بص للكاميرا يلا مظبوط كده 100 عسل اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا بيكم في حلقه النهارده كيف تكون من المشاهير في برنامجكم وليد وزيتونة في... لا البرنامج اسمه في برنامجكم زيتونة وخاله وليد لحل المشاكل كده أعزائي المشاهدين خش يا عم أنا قاعد مستني أهو و... مساء الخير يا أستاذ وليد مساء الخير يا عمك إبراهيم أنا جايب لك قهوة عشان تروق دماغك الله يحفظك يا عمك إبراهيم حاسس بيا الله يحفظك إيه ده؟ يا عمك ابراهيم ده الكوبايه فاضيه انت جايب لي قهوه مشروبه قبل كده عمك ابراهيم جاي تشتغلني بقى احنا مش عارفين نكمل البرنامج اصلا انا خايف على صحتك خايف على صحتي الله يبارك لك يا عمك ابراهيم قول خد السجاره دي بعد البرنامج اشربها شاكرين يا عمك ابراهيم الهي ربنا ما يحرمني من بقك بقك ده النبي بقك بتنجز يا استاذ وليد النهارده اليوم بيضيع والشمس بتدانني يخرب انا سمعتي هتضيع في السوق واسمي خلاص اسم ايه اللي بيضيع وشمس ايه اللي بتضيع ياللي تتشك في نظرك ده احنا في بلاتو في بلاتو انت حافظه مش فاهمه بلاتو بلاتو يلا انا عايزه الحلقه نار 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 حالا حالا نرجع الفصل زيتونه ترجع من الفصل ولا رجعنا ارجع يلا رجعنا يلا اعزائي المشاهدين اهلا بيكم ورجعنا بعد الفاصل لان الفاصل الاولاني عم ابراهيم دخل شربني قهوه وحلقه النهارده كيف تكون من المشاهير زيتونه احنا عرفنا دلوقتي والمشاهدين عرفوا ان احنا علشان تبقى مشهور لازم تعمل تيك توك ويوتيوب زي ما انت ما قلت أيوة. وفيسبوك وانستجرام تعمل ايه بقى في التيك توك بالظبط يعني 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 اللي انا اعرفه خالك بتختار اغنيه بس انهي نوع اغنيه اللي تشهرني اكتر يبقى معايا كاركتر ما يبقاش معايا كاركتر اعمل ايه اعمل ايه قول يا ابني وفيد الناس نزل فيديو على التيك توك ايوه شهر بي بس كده ما انت عايز ايه تعمل ايه تاني اعمل ايه كمل الله يقطعك اختار كاركتر اختار عربيه نقل زي اللي قاعده دي اعمل معاها لا دي مقطوره كده اشهر مقطوره ماشي ماشي اختار كده ايه اختارها واطلع بيها يا عم اختارها اختار اطلع بيها حاضر اعزائي المشاهدين واحنا في الحلقه دي جالنا رساله من الاخ احمد عوض الله عضعودي 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 دي عضعودي بيقول فيها انا صرفت كتير قوي في السوشيال ميديا عشان ابقى مشهور وفي الاخر مفيش حد سمعني في عيلتي حتى عيلتي لما سمعتني قرفت مني وقفلوا السوشيال ميديا وقاطعين الواي فاي علينا يا اخ عضعود ما تيأس اوعى تيأس ناس كتير بتعمل حاجات كتير ملهاش اي 30 لازمه وبتتشهر اخ عضعود تابعنا وهنقول لك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه تعمل ايه وتابعنا على الرسائل اعزائي المشاهدين وفي نهايه برنامج النهارده زيتونه وخال وليد محل المشاهير
مشاكل اكيد. نحب ننصحكم ونقول لكم الشهره ما كانتش على عواميد ثابته مش هتبقى نجم، ولما تطلعها سلمه سلمه، اسمع الكلام القديم، تطلعها سلمه سلمه هتتقل فوق وتثبت انما ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. واحنا ما عندناش طير وقع، احنا عندنا دبه وقعت ومن ساعتها اقسم بالله ما عارفين نقومها. اقسم بالله ما عارفين نقومها من اول التصوير. اعزائي المشاهدين اهلا بكم، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع برنامج زتونه وخاله وليد لحل المشاكل اكيد.